احنا النهارده هيكون معانا ضيف مهم جدا، ضيف من اللاعبين السابقين اصحاب التاريخ الكبير، سواء مع المنتخب الوطني سواء في رحله احترافه اللي كانت موجوده في تركيا، قدر ان هو يفرض اسمه ونفسه بادائه وبجهده وبعرقه في المنتخب وبين جماهير الكره المصريه، رغم ان هو لا لاعب لا للاهلي ولا للزمالك. هو عبد الظاهر السقا، مدرب نادي او المدرب العام لنادي الانتاج الحربي. ولكن امبارح كان معانا كابتن محمد عمر رئيس جهاز الكره السابق بنادي الاتحاد السكندري. تعالوا نشوف قال ايه ونرجع نكمل مع بعض ونشوف طلبات كوبر ايه واسرار وكواليس النادي الاهلي ونادي الزمالك. اجيب مدرب اجنبي ومساعدين اجانب وياخدوا لهم 300 400 الف جنيه في الشهر عشان يسمعوا كلام محمد عمر او محمد ابراهيم وكده. انا وجهه نظري لا. لا. اي مدرب مصري في الفتره دي مع لعيبه جداد اعمار سنيه الى حد ما صغيره، اعتقد مدرب مصري هيبقى فاهم عقلياتهم وفاهم يتعامل معاهم ازاي. كان عندنا جيل العمالقه في الباسكت، مدحت ورده وعمرو ابو الخير، واخدين الدوري والنادي ما فيهوش فلوس خالص. كانت المكافئات لكل اللعيبه دي 20,000 جنيه، كان الدولار ب 3 جنيه وقتها. اعطيت الحاج توفيق 7,000 دولار، قلت له دول عشان تدوا مكافاه الباسكت. فانا ما بقولش شعارات، والناس عارفه هذا الكلام كلها يعني. اكيد مفيش كلام، حسام والمجموعه اللي كانت معاه أدوا جهد كبير جدا مع الفرقة يعني، وليهم الفضل في حاجات كتيرة، منها زي ما قال الأخ في التقرير بعض اللاعبين الصغيرين ادوهم فرصة وأثبتوا وجودهم، فدي حاجة تحسب للكابتن حسام يعني. النادي له حق عليا برضه، وطارق ابن النادي وبيحب النادي يعني. أنا داخليا كنت أتمنى إنه يكون موجود. كنت أتمنى. ازاي تلم الناس اللي زعلانه من بعض، ازاي تقرب الجماهير من اللعيبه تاني، ازاي بالعكس المسانده بقت غير عاديه دلوقتي للعيبه. يعني احنا خسرنا 5 ما حصلش اي مشكله، ولا حد قال لفظ ولا 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 مشكله خالص مع اي لعيب، واللعيبه بتتمرن. انا بحب الاهلي والزمالك كمؤسسه يعني، بالعكس انا ليا مقوله عن النادي الاهلي دايما بقولها، الاهلاويه نفسهم مبسوطين منها يعني. أنا بقول النادي الأهلي كمؤسسة هو نادي أوروبي كتب عنوانه خطأ في مصر. أنا بتكلم على 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 اتفاق. الراجل مشي وأنا مقدم استقالة. طب فين بقى الكلام اللي كان بيقال وبعض الإعلاميين قالوا هذا الكلام؟ طب محمد عمر ما مسكش ليه الجهاز؟ لا ده كل الجهاز مشي. الخطوة اللي جاية لمحمد عمر إيه؟ على ما تفرج. انت ما تقدرش، المدرب ما يقدرش يحدد خطوته ايه، لان مش انا اللي بختار النادي اللي هدربه. النادي هو اللي بيختارك. والله لو اداره ماشيه في الطريق ده، ادارات الله يسهل لها. ده كلام مش صحيح على الاطلاق. انا راجل بحترم نفسي وبحترم كلمتي. من بدايه الموسم طلب مني ان انا ابقى رئيس جهاز من مجلس الاداره، ووافقت لان انا ما اتعودش ارفض حاجه لنادي الاتحاد في اي موقع يعني. وكان الكلام واضح وصريح ان انا ههتم بالشق الاداري فقط. بتعاقدوا مع طارق العشري، معلوماتي ان هو قال يعني انا لو في تاخير انا يعني هدفع لطارق وكلام. اذا هو راجل لكن لوحده مش عملية صعبة يعني، عملية صعبة يعني. وبالتالي أنا بناشد الحقيقة رجال الأعمال في اسكندرية، ارجعوا لناديكم اللي بتحبوه، لأنه بيحبوا نادي الاتحاد قوي. لو كل واحد ساهم بجزء بسيط أعتقد هيبقى فيه استقرار وفيه هدوء في النادي. دايما المسؤولية بتبقى مشتركة يعني بين لعيبة جهاز فني وإدارة. وضع طبيعي، كله بيتحمل جزء، إن كل واحد عنده تقصير أكيد في جزء طالما النتائج ساءت. فكل واحد عنده تقصير اكيد، وبالتالي الثلاث اطراف بتتحمل المسؤوليه.
يعني دوت كان كلام الكابتن محمد عمر وتفسيره لأسباب تراجع نتائج في نادي الاتحاد السكندري ورحيله عن جهاز أو رئاسة جهاز الكرة بنادي الاتحاد السكندري. نرجع ونتكلم على مباراة المنتخب الوطني واللي استفاض فيها الكابتن كريم حسن شحاتة مع الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن إيهاب جلال فنيا، واللي هيتكلم كمان فيها بشكل أوفر فنيا ورؤيته في المرحلة المقبلة وبصفة عامة عن المنتخبات والكرة المصرية الكابتن عبد الظاهر السقا. ولكن شهر